ماتشات النهارده ايه؟ النهارده في الدوري المصري في ماتشين، ماتش اولاني اتلعب ما بين ايسترن كومباني و سيراميكا كليوباترا، النتيجه خلصت كام يا جماعه؟ 1-0 لايسترن كومباني، فبالتالي فوز مهم جدا واول فوز ليهم في بطوله الدوري، في مفاجاه تعتبر لان سيراميكا كليوباترا ده تاني موسم ليهم، فايسترن كومباني ان هم يكسبوا هذه المباراه فطبعا يعني حاجه كبيره بالنسبه لهم. المباراة الثانية الساعة 5:30 هي مباراة الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، مباراة هتكون قوية جدا جدا في الحقيقة. ده بخصوص الدوري المصري، أما بخصوص الدوري الإسباني فمباراة وحيدة النهاردة. الدوري الإسباني خلاص بقى دلوقتي إيه، برشلونة راجع يا جماعة وأربعات ونتائج كبيرة ما شاء الله عليهم، وديمبلي كمان رجع وحاجة حلوة قوي يعني. فرغم إن أنا من عشاق ريال مدريد لكن برضو لما برشلونة يبقى في حالته فبنشوف إثارة قوية جدا في بطولة الدوري الإسباني حتى لو رحل رونالدو وميسي يعني. فالنهارده مباراه وحيده في الدوري الاسباني ما بين غرناطه وكاديس، والمباراه هتكون الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي اتلانتا هتلعب سامبدوريا الساعه 10 ل 10، مش عارف اشمعنى 10 ل 10 بس هي الناس دي دقيقه قوي يعني في الحقيقه، مالناش دعوه بيهم. ده فيما يتعلق بمباريات المختلفه في مختلف الدوريات سواء محليا او اوروبيا.